السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات منشورات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. مباراة قوية جدا جدا هتجمع بين المنتخبين، منتخب الجزائر الشقيق مع منتخب بوركينا فاسو، ضمن المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. وقع المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى التي تضم كل من بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، وتقام المباراة بين الجزائر وبوركينا فاسو يوم الثلاثاء الموافق 7/9 لعام 2021 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 11 مساء بتوقيت الإمارات العربية. وفي تغطية حصرية جاب لحضراتكم أعمل قنوات الأجزاء المباراة بالمجان. أول أمر معانا بالنسبة للنايل سات، لا يوجد إلا قناة واحدة اللي هي الجزائرية الأرضية، وهسيب لكم فيديو في أسفل الفيديو ده في الوصف إزاي تستقبلوا القناة على أجهزتكم بكل سهولة. الجزائرية الأرضية موجودة على تردد 11.680، معدل الترميز 27500، والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي. نيجي للأمر التاني اللي هو الأمر يوتيل سات 19، موجود عليه ارت 1 ارت 2 بينقله ايضا مباريات من دوري ابطال افريقيا والبطولات الافريقيه وتصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. موجود عليها قنوات ارت 1 وارت 2 على تردد 11900، معدل الترميز 27500، القطبيه اتش او هوريزونتال او افقي. نيجي للقمر الباتسواني، موجود عليه باتسواني وباتسواني اتش دي على ترددات 12.60، معدل الترميز 4.84، 12.633، معدل الترميز 16.17، والقطبية في او فيرتيكال او راسي. بالنسبة ليها سات موقع 52 درجة شرق، وبيعمل عليه قنوات فوتبول وفرزيتش، موجودين على تردد 11.785، معدل الترميز 27500، والقطبية اتش او هوريزونتال او افقي. يعني بسهولة جدا جدا من خلال احد القنوات اللي ذكرتها لحضراتكم هتقدر تتفرج على المباراة القوية اللي هتجمع بين منتخب الجزائر الشقيق ومنتخب بوركينا فاسو ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، مع اطيب التمنيات للمنتخب الجزائري بالتوفيق. وتمنيات الجماعة مشاهدة ممتعة، أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.